مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا يقول الله جل جلاله: فدلاهما بغرور. بعد أن ذكر لهم أنه بعد أن ذكر أنه قاسمهما أي حلف لهما بالله، وذلك طبيعته فيما يروج من معصية الله تبارك وتعالى، يوهم أن فيها فائدة، يوهم أن فيها منفعة، يهم أن في من ورائها خيرا أو لذة، وليس من ذلك على وجه الحقيقة شيء. غاية الأمر ما يكون من مستلذات الطبع القصيرة الحقيرة السريعة الانتهاء والزوال، ومع ذلك فإنه يمني ويغر ويضع وسوسة طويلة في أن وراء تلك المعصية فائدة على لصاحبها أو خيرا يعود إليه. قال سبحانه وتعالى: فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، أي سترة، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فالتمنية بالخلود وأن يكونوا من الملائكة أو يكون ملكين، كل ذلك نوعية إغواء الشيطان أو تقريره الفائدة في المعصية. لا شيء من ذلك على الحقيقة، ولكنه يصيد بني آدم بواسطة الشهوات ويمنيهم. قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.